خرجت مسيرة حاشدة في مدينة تعز رفضا للإساءة للنبي محمد والدين الإسلامي، واستنكر المتظاهرون تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وتشجيعه لخطاب الكراهية والإساءة، مشددين على أن الإساءة للأديان والرسل لا علاقة لها بحرية التعبير، وطالبوا بضرورة احترام الأديان والمعتقدات ونبذ كل الإساءات. ودعا المتظاهرون إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية كتعبير عن رفض الإساءة للرسول الكريم والدين الإسلامي. تخرج مدينة تعز اليوم بهذا العزم وهذا الحماس لتعلن رفضها التام واستنكارها القوي وتنديدها الأقوى بالتصريحات التي صدرت عن الرئيس الفرنسي ماكرون وتناولاته التي تتهكم بالإسلام غير عابئ بمشاعر المسلمين، وهي تصريحات نرفضها جملة وتفصيلا، ولا يمكن أن تصدر عن عقل سوي أو قيادة تملك شيئا من الرشد لتذهب وتنتج تصريحات تمثل إذكاء لخطاب الكراهية كونها تصدر من المنصب السياسي الأعلى في البلد. ونقول نحن هنا في اليمن وفي تعز خاصة وفي الوطن العربي والإسلامي بمقاطعة المنتجات الفرنسية، هذه فرنسا التي احتلت واستعمرت الدول العربية والإسلامية وكان فيها الحقد الأسود، كم قتلت وكم دفنت من المسلمين ومن علماء المسلمين. نقول دوما نحن العرب والمسلمين ضد فرنسا ورئيس فرنسا ومقاطعتها مقاطعة تامة.